حاجات كتيرة عكس بعض، تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وأنا وحب يلمس قلبنا وقت اللزوم، أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة. صباح الخير يا زوزو. صباح النور يا حبيبتي. عامل لك فطار؟ لا، حطيت بيض يتسلق. هي ماما صحيت؟ ماما خرجت من بدري، كنت بس حمام، ما اعرفش حتى راحت فين. بدري كده؟ بقولك ايه، طلبتها 3 مرات ما ردتش علي. هتكون راحت فين لوحدها الصبح كده؟ طب يمكن راحت عند طنط راوية. لا ما اظنش. ما اعرفش، بفكر يعني ده اخر مره راحت مشوار لوحدها كان، مش فاكره حتى من امتى. ما تقلقيش حبيبتي، لا هتتوه ولا تتخطف. يعني انت يا زوزو مش مستغربه؟ بعد اللي عرفناه امبارح كلنا متبردلين، كل واحد فينا يحاول يلاقي حاجة تبعده عن التفكير في اللي حصل، حس بالعجز، حس انه مش عارف يعمل أي حاجة غير انه يقف
امسكي نفسك يا دودو، امسكي نفسك. هبقى كويسة، هبقى كويسة. يا استاذ انا كنت مسافر وموقف الحساب اصلا. والله حضرتك السيستم عندي بيقول غير كده. وانا مالي امال السيستم يقول اللي يقوله؟ انا ايه ذنبي انا؟ اتفضل يا فندم على مكتبي وانا احل لك مشكلتك. واضح ان السيستم عند استاذ شهد فيه مشاكل وده بيطلع البيانات مش مظبوطه. اتفضل يا فندم. شكرا يا استاذ. العفو. يعني ما يقعش حد في قرايتي يحل لي مشاكلي زي عفريت المصباح بتاعك ده؟ بقول لك ايه؟ فكك، ما انا عفريت مصباح ولا عفريت علبه. ويارب بقى تخليكي في حالك، ما بحبش حد يبص لي في حاجتي. يعني ايمن دلوقتي خلاص بقى حاجتك؟ لا يا حبيبتي انا بتكلم على الشغل. وبرضه يمشي الكلام على ايمن. ماشي. اهلا يا نادية. اتفضلي. بنتي فيها ايه يا عادل؟ انا ما نمتش طول الليل. انا عارف انه موقف صعب عليكي، عشان كده لما كلمتيني في التليفون طلبت منك انك انت تعدي عليا في العياده على طول. اللي حصل ان انا كنت في المستشفى وكانت امينه هناك بتعمل تحاليل. لما عرفوا ان انا عمها بلغوني بنتيجه التحاليل اول ما طلعت، وبالتالي انا بلغتها. وانا ما كان المفروض تقول لي انا كمان. يا نادية أنا واجبك كدكتور إن أنا أحافظ على سرية معلومات المريض بتاعي، خصوصا لو هي طلبت مني كده. عموما أنا هنا بصفتك الدكتور مش بصفتك عمها. أنا عايزة أفهم بنتي فيها إيه؟ أقدر أعمل لها إيه؟ أساعدها إزاي؟ طب ممكن تهدي بس عشان أقدر أفهمك. سيبك مني أنا، هي المهم هي. صباح الخير. اهلا اهلا اهلا. اه ايه ده؟ قايمه جاي بدري وكده؟ لا قايم ولا جاي بدري يا بابا. انا كنت سهران عند ناس صحابي ساكنين قريب من هنا. كسلت اروح. طيب افطر وانا عندي مكالمه للنهار، هخلصها ونروح المكتب سوا. مكتب ايه يا بابا؟ أنا بقول لك سهران طول الليل. ما هي دي برضه حاجة من الحاجات اللي عايزين نقعد نتكلم فيها يعني. ماشي. ما تجمع كل الحاجات اللي عايز تقولها لي، وتعالى نتقابل بالليل، نتعشى ونتكلم بقى على رواقة. طيب، هتطبخ لي بقى ولا هتبعت تجيب لي أكل من بره؟ هي الناس اللي بطبخ لهم أحسن منك يا بابا، جرب وتعالى. طيب أصل إحنا لما هنتكلم نفسك هتسد، فافطر كويس. في ليك كام بدلة جوه؟ نام لك ساعتين وحصلني على المكتب. يلا سلام حبيبي. ابوك ماله؟ في ايه؟ عايز يتكلم معايا. حاسس اني عيل في ثانوي. وانت بعمايلك الفتره اللي فاتت هتفرق ايه بقى عن عيال ثانوي ولا اعدادي حتى؟ انا ايه؟ خليكي في حالك. ما هو حالي هو حالك. هو انا اليمين في الدنيا خاف عليه غيرك؟ انا اظن محتاجة اجوزك عشان تركزي مع حد غيري. اه فكره برضه. وابوك الغلبان مين يراعيه ومين ياخد باله من مصالحه؟ هجوزه هو كمان. طيب يا حبيبتي اوكي ماشي هكلمك تاني. باي. بتقولي انها ما عرفتش تظبط اجازه وانها مش تعبانه اساسا. طب هي المفروض تتعب اصلا. يعني ايه؟ يعني ما هي كانت كويسه من الاول، وبعدين لولا التحليل اللي هي عملتها دي ما كناش عرفنا اي حاجه، فيمكن فعلا هي مش تعبانه. يا بنتي انت مش بتقولي ان عمك قال لطنط ناديه كلام غير كده خالص لما راحت له؟ بصي عمي اتكلم اكتر عن العلاج وعلى ان الحاله اللي عندها دي لما تدخل المستشفى هتخليها تقعد في عزل وما تشوفش اي حد، وحاجات كتيره تانية ماما ما فهمتهاش قوي منه بصراحه. طب هو عمك قال انها يعني لما هتاخد الكيماوي ده هتحس بايه؟ بصي بصراحه انا لو مكانها خايف قوي من موضوع العلاج ده من اللي ماما بتحكيه. يعني
هيا شريف، ازيك؟ كويس، انا جهزت الفلوس، احولهم لك ولا بعتهم مع حد؟ طب ايه رايك نتقابل وتديهم لي لما تشوفني؟ نعم. ايه في ايه؟ مستغرب يعني من امتى؟ ليه مستغرب ليه؟ كل الحكايه ان انا كنت عايزاك في موضوع بس. موضوع ايه؟ لما نتقابل يا شريف، لما نتقابل بقى. حاضر. ساتر النهاسة كوبة. كملي، عمك قال ايه تاني؟ بص، انا بعتلك ايميل النهارده فيه كل اللي اتفقنا عليه، كده يبقى انت عندك كل المطلوب. تمام جدا جدا. هو بس في حاجة، انا يوم الايفنت هبقى اجازة غالبا، فبستأذنك ان مهند هو اللي هينفذ، بس انا هبقى معاه ومتابعة كل حاجة، عشان كده انا صممت اجي النهارده عشان نبقى متفقين على التفاصيل كلها، بس بعد كده مهند هو اللي هيستلم مني. مهند هيعرف يهندل كل حاجة؟ ايوه طبعا، انت عارفاه على فكرة، ده بيشتغل معايا على طول وبثق فيه جدا. بعدين انتوا اهم كلاينت عندنا. صباح النور. ابعتي لي ال امينة. ازيك؟ تمام، ازي حضرتك؟ كويس جدا، انا مبسوط اني شفتك، بس واضح انك مش مبسوط انك شفتيني تاني. ايه؟ ايه اشتكيت لك مني ولا لسه؟ هو انت في حد ما بيشتكيش منك؟ اشتغلوا على ده خمسة؟ بعت لك كذا ايميل على فكرة، فيه كل الحاجات اللي طلبتها، انت مشفتوش ولا ايه؟ اهو ما بردش على حد عشان ما تاخديش الموضوع بشكل شخصي. انا برضو كنت بفكر نبتدي في الايفنت ده، المشروع بتاع مواسير الميه بتاع السايد، فكرين نرد عليكي حتى لو بالعافيه. سليم، انا قدامي تلت ساعه وخلص مع امينه، انت وراك حاجه بالليل؟ ورايا كذا حاجة مهمة لازم أخلصها. أستاذ نبيل محامي مستنيني دلوقتي في المكتب. وأنت ما ينفعش تسيبي أمينة لوحدها. كنا بنقول إيه أمينة؟ كنا بنتكلم عن مهند، هو هيهندل كل حاجة وهحطك سي سي في الإيميل عشان تتواصلوا دايركت بس. إيه اللي في رجلك ده؟ شكلها خبطة جامدة. لا سليمة، سليمة. كام يوم وهتفك ان شاء الله. سلامتك. طيب كده انت عايزه مني حاجه تاني؟ المفروض كله تمام. المهم هنعرف نوصل لك وانت في الاجازه؟ اكيد اكيد. اوكي، اسيبهم لك تقراهم؟ لا ولا ايه، مش انت عملت كل اللي اتفقنا عليه في اجراءات البيع؟ ايوه، بس مش كان لازم تبلغ استاذ هشام؟ لا انا هبلغه ولا انت هتقول له حاجه؟ ايوه بس يعني. صباح الخير. ازيك يا نبيه؟ اهلا. والله لسه كنت بسال على حضرتك، ازاي الصحه؟ الحمد لله يا بوم. قدامكم كتير ولا ايه؟ لا ده سليم بيه بس هيمضي شويه. لا شويه شويه ورق للشركه الثانيه واجي لك على طول. طيب انا مستنيك. ماشي. في ايه يا متر؟ خير. خير انت؟ الورق ده بتاع شركتي انا وهشام، ابويا ملوش علاقه بيه، يعني اللي بيحصل في الشركه الثانيه مش المفروض حد يعرفه. وانا اللي هقول لك الكلام ده؟ الو. انا عرفت انك انت قلت لهم في البيت، فقلت اتكلم اطمن عليكي. ومين اللي قال لك؟ والدتك طبعا، هي كانت متضايقه ان احنا خبينا عليها وعندها حق، بس انا حاولت افهمها يعني ان انت كنت محتاجه شويه وقت عشان تشرحي لهم. وانا كان لازم احترم قرارك. احترم قراري؟ ويا ترى احترامك لقرار بابا هو اللي خلاك تخبي علينا انه متجوز ومخلف؟ انتي عرفتي منين؟ مش وقت، كلها يومين وهاجي لحضرتك المستشفى وهنبقى وشنا في وش بعض، ساعتها في حاجات كتيره قوي انا عايزه اعرفها، حقيقي عايزه اسمع. حد من اللي في البيت قالك؟ لا مفيش حد في البيت يعرف خالص، مش هينفع ارمي عليهم المصايب دي كلها ورا بعض. طب انا لازم ارد على مكالمة تانية، هكلم حضرتك بعدين. مع السلامة. مع السلامة. ما بترديش على التليفون من اول مرة ليه؟ ده اكيد زياد. ميتنج ايه وزفت ايه؟ مش خلقتيني حبيبي. جلب سلامة. ايه اخبار المدرسه؟ ايه
عملت ايه في المدرسه؟ احكي لي امينه بقى عملت ايه؟ امينه انا عايزه اكلم امينه. اكلم امينه. طب يا حبيبي مش دلوقتي بس حبيبي، قولي لي بس اغسل ايدك يلا. قبل ما اغسل ايدي. لا يلا حبيبي يلا يا زيزو يلا اغسل ايدك يلا. قولي لي اكلتي ايه؟ لا بقول لك ايه؟ جهو اكلتي السندوتشات كلها ولا لا؟ تعمليه مع ابنك مش معايا. خلاص ما تنرفزيش نفسك كده، الله يطقلك يا رب. ساره في فاصوليا ومكرونه من امبارح. المهم انا مش عايزاكي تتاخري في الشغل النهارده، ما تتاخريش. طيب انا مروحه على طول اهو، يلا باي باي. ها فاصوليا ولا مكرونه؟ اي حاجه يا ماما. حبيبتي الاثنين موجودين. يا حبيبتي اي، مش عايزه اكل خلاص. ايه يا زياد ما قلت لك تغسل ايديك وبعدين وطي ام. بقول لك ايه اطفي خالص اهو. حبيبي قلت لك 100 مرة ما تمسكش حاجة كده مش بتاعتك غير لما تستأذن. أصلاً ما فيش إنترنت. طيب أحسن. طلعي زهقك على الواد يا سارة. بس اغسل إيدك بقى عشان الغدا يلا. لا زيزو. نعم. الشنطة لو سمحت. انا مش عارفه اعمل ايه في العملاء الاغبياء دول. الاغبياء دول احدفيهم عليا وانا هريحك منهم خالص. طب دول الاغبياء اعمل ايه بقى في اللي بيعاكس؟ اللي بيعاكسوا انا هجيب بياناتهم واروح استناهم تحت البيت. بقول لك ايه؟ احنا مش هستناك تحت البيت بقى، عايزين نغير جو المكتب وكده يعني. طب ما احنا اهو بره المكتب. الجو برد قوي، شكلها هتشتي وانت لابس خفيف. الو هاي يا ميدو. لا يا روحي انا لسه في الشغل. خلاص اوكي هستناك باي. يعني ايه يا سليم؟ يعني انت عندك حق يا بابا. انا مش مركز في الشغل، انا فعلا مش مهتم، وعشان كده محتاج كام شهر اجازه. اجازه ده على اساس انك مش في اجازه فعلا. جريس ليه؟ انت بتيجي الشغل وقت ما انت عايز وتمشي وقت ما انت عايز، وما بتعملش اي شغل الا اللي على مزاجك، وبالتحديد الشغل بتاع الجانب الخيري بتاع المؤسسه. يا راجل انا لولا ريحه الخمره كانت فايحه منك الصبح كنت قلت انك خلاص هتترهبن. لا هترهبن ولا حاجه يا بابا، وانا على فكره ما بشتغلش بمزاجي وعشان كده زهقت. لا زهقت دي ما اعرفش استحملها منك دلوقتي، كنت استحملها منك زمان وانت لسه مبتدئ، لما كنت بتيجي تشتغل في الشركه وتقعد تزن عليا عشان تسافر انت واصحابك تسرمحوا بره. وبعدين انا مش بضغط عليك، انا سايبك على راحتك. انا بقول يعني فتره وهتعدي، جنونه من بتوعه. انما لا الفتره بتعدي ولا انت بترجع شغلك، وجاي دلوقتي تقول لي اجازه وكلام فارغ. يعني انت شايف انك سايبني براحتي؟ ايوه طبعا، امال ايه؟ وهو كم مرة عديت عليا البيت سحبتني للشغل الشهر اللي فات؟ عشان ده شغلك ودي شركتك. أقول لك على حاجة، كل إيفنت وكل ميتنج حضرته عشانك أنت، عشان أنت ما تزعلش وبس. طيب عشان أنا، تعال على نفسك شوية وركز في شغلك وفي حياتك، ما تقلقنيش عليك أكتر من كده. لو مش هقدر. لازم تحاول. بابا أنا كده مش مرتاح ومش هعرف أريحك. أنا محتاج وقت آخد نفسي فيه. طب ما تتنفس وانت جنبي، انت لازم تسيب لي الشركة والبلد بحالها. أنا مش مراتك يا زفت انت. مراتي إيه يا بابا؟ هو أنت بتجيب الكلام ده منين؟ أنا عارف بقى، ما أنت هتجنني. إزيك يا عمر؟ كويس الحمد لله. أمك عاملة مجلس حرب. يا مساء الفل. أنا لسه جاية من عند عمك وقال إنك لازم تبتدي العلاج فورا. كان المفروض تبتدي من أول ما نتيجة التحاليل طلعت. طب ما أنا عاملة حسابي على كده، بعدين نتيجة التحاليل طلعت من يومين مش من 6 شهور. مش مهم دلوقتي قال مين قال لمين، إحنا كلنا همنا إنك تبقى أحسن، وما ينفعش تفكري في أي حاجة دلوقتي لنصحتك.
انا عامله حسابي ان انا هدخل المستشفى كمان يومين. ليه كمان يومين؟ ليه كمان يومين ومش دلوقتي؟ مش في شغل لازم يخلص؟ لازم يتسلم؟ ما يولع الشغل منهم طلب اجازه ويمشي. يا سلام، يولع الشغل عشان يبقى موته خراب ديار. المره في السعد. بصوا يا جماعه، انا اكتر واحده فيكم عايزه تتعالج. هدخل المستشفى وهاخد اجازه وكل حاجه، بس ادوني شويه وقت قبل ما اتعزل الفتره الطويله دي. ادوني شويه وقت. لو الوقت في ايدينا. خلاص يا جماعه، هتخش المستشفى بعد يومين زي ما هي عايزه. لو مش تعبانه تحب ننزل شويه؟ لا، ولو تعبانه انا فعلا محتاجه انزل. نص ساعه ورجعها على طول. هدي نادي. اقعدي سيبيها تهدى. خليني اساعدك. وريني وريني. لا كده انت مش بتساعديني. ليه بس؟ الله، انت جايب لعبه معقده خالص. انا اصلا يعني عيني احولت. زياد هنا؟ على فكره انت هتكبر وهتعجز وهتبقى لسه ما خلصتش البتاعه دي. ما عشان انتوا مش بتساعدوني. وانت ما فيش مذاكره النهارده ولا ايه؟ لا في، بس ماما والماسوره فرقعوا. ماما والماسوره فرقعوا ازاي؟ الماسورة فرقعت بعدين ماما ابتدت تعيط. واضح ان الجو مكهرب في كل حته. اصلا انا وانت ملناش غير بعض والفشار. ملح ولا كراميل؟ الاثنين. تمام جدا، تخش تسبقني على المطبخ، ادخل شنطتي واجي لك، نعمل فشار وبعد كده نتفرج على فيلم انا وانت وبس قبل ما عاد نوم. يلا بسرعه جري على المطبخ. طب وانا؟ جاي. وأنا كمان أسفة. أنا كمان أسفة. أنا ما كنتش عايزة أقولك عشان ما تبقيش في الحالة دي. وأنا ما كانش المفروض أضغط عليكي كده. أنا مرعوبة يا ماما. مش
مش لازم نخاف. مش هتبقي لوحدك، هنبقى مع بعض. الو مستر عمر، معاك لينا محروس من الاوتيل. انا كنت بتكلم عشان ااكد معاك الحجز. اوكي. مس امينه كلمتها من يومين عشان اعرف لو هتقدموا ميعاد الفرح فعلا زي ما قالت، بس فهمتني انكم صرفتوا نظر عن الفكره دي. حصل فعلا. تمام، فاحنا على نفس الميعاد اللي كنا متفقين عليه، 21 يناير. اه المفروض. تمام، المفروض حضرتك تدفع الديبوزيت اللي اتفقنا عليه خلال الاسبوع ده. طب حضرتك، هو ما ينفعش نأجل يعني الديبوزيت ده بعدين؟ سوري يا مستر، انا اللي اقدر اعمله اني اجل لحد اول الاسبوع اللي جاي، بس لو الفلوس ما اندفعتش الحجز بيتلغي اوتوماتيك من على السيستم، وساعتها لازم يتعمل حجز جديد وانا خايفه الميعاد. لا خلاص، يعني ان شاء الله قبل اول الاسبوع الجاي يكون عندك فلوس. حاضر، مع السلامة. ازيك انت يا حبيبتي؟ ازيك يا زوز؟ اهلا يا حبيبتي. عامله ايه يا زوز؟ كويسه الحمد لله يا حبيبتي، كويسه. يا ساتر يا رب، جوز غربان، ربنا ينكد عليكم. انا مش فاهمه سليمان مستحملهم ازاي دول؟ مين قال لك اني مستحملهم؟ هما قاعدين 24 ساعه عندنا اهو. ناديه فين؟ نادية بتغير هدومها، وأمينة وزياد بيعملوا فشار في المطبخ، وعشان خاطري أبوس إيدك أنت وهي. افردوا خلقكم مش ناقصين. لا بقول لك إيه، فكيها بقى كده شوية. ها أنت مالك بيا زي ده؟ أنت خليكي في حالك. خلاص خلاص. أمينة شكلي ماسورة تانية ضربت. طب يلا. ايه؟ كل واحد منكم ماسك طبق، مالناش نصيب في الفشار ده ولا ايه؟ بقول لك ايه عالية؟ قومي هات لنا فيلم، فيلم إشاعة حب، أنا بحبه قوي. عالية استنى لما ندى تيجي عشان تتفرج عليه معانا. أمينة يا حبيبتي، نسيتي شنطتك عندي. ازيك يا روي؟ ازيك يا حبيبتي؟ وانت يا سارة ازيك؟ الحمد لله. طب انا هنزل شويه يا جماعه. الله حبيبتي، انت لسه جايه؟ هتروحي فين؟ مش هتاخر يا ماما، ما تقلقيش. امين المفاتيح، ارتحتوا كده؟ في حد هيشوف راحه بعد كده؟ خلاص يا حبيبتي، خلاص خلاص بقى. الله، البنت عايزه ترتاح ومش هترتاح ابدا طول ما شايفه الخلق المقلبه دي قدامها. من فضلك كل واحد يحط قلب طوب على قلبه ويكتب مشاعره، والا بقى تنفض القعده دي وكل واحد يروح شقته. الله. اهلا اهلا.
ايه؟ اخرت عليك؟ لا ولا يهمك. قولي حجزت؟ لا بس في ناس صحابي هناك وعاملين حسابنا معاهم. طب ايه رايك بقى نغير الخطه؟ يعني ايه؟ يعني خليني انا اللي اختار المكان المره دي. لو مش عايز خلاص براحتك. لا مش الفكره، انا بس عشان قلت لهم ان احنا جايين. عادي يعني ممكن تكلمهم وتقول لهم ان احنا مش جايين. لو انت خايف منهم بقى دي قصه ثانيه. لا انا مش خايف. على العموم ما تضايقش نفسك، هنروح فين؟ اطلع وانا اقول لك. يلا بينا. بتتفرج على التلفزيون وسايب لي ريموت؟ خير؟ أنا كنت عايز أتكلم معاك يا ماما في موضوع مهم. إيه؟ فلوس القاعة تاني؟ لا مفيش فلوس قاعة ولا حاجة، الفرح كله أصلاً ممكن يتأجل. إيه؟ اتخانقت مع خطيبتك ولا إيه؟ لا أبداً، بس أمينة بس تعبانة شوية كده. طب ما لسه بدري، من هنا لساعتها تكون خفت. أمينة عندها كانسر يا ماما. أمينة الحمد لله. جدع انك جيتي، صدقيني هتدعي لي. وانا بدعي لك من غير حاجه يا عم نعيم. طيب يلا. اهلا وسهلا. اتفضل. ازيك؟ اتفضل. مساء الخير. مساء النور. نكمل يا جماعه. احنا النهارده معانا حد اول مره يجي. امينه. اهلا يا امينه. بصي انا مش هعرفك علينا، بس انت هيجيلك فرصه تعرفي على كل واحد فينا لما يحكي ويتكلم. على فكره هو مش لازم الكل يتكلم يعني، بس يعني اللي عنده حاجه حابب يحكيها بيشاركنا بيها. سوري يا ايمان كملي. امبارح خرجت مع اصحابي وحطيت ميك اب ولبست الباروكه البني الطويله ولبست كعب عالي، كنت فعلا تعبانة بس قررت اتبسط، ولقيت حد من أيام المدرسة بالصدفة جالي وسلم عليا وحسيت إنه كان منبهر بيا، ده ما كانش عايز يمشي، وقال لي إن حلويت قوي أكتر من زمان، أيام وسنين كتير قوي عدت. أنا عارفة إنها حاجة عبيطة قوي وإنه كان ممكن يكون بيجاملني أصلا، بس أنا بقالي كتير ما حسيتش الإحساس ده. كنت قربت أنساه، قربت أنسى إني ممكن أعجب حد أصلاً. المهم روحت مبسوطة، حسيت كأني بنت مراهقة أول مرة تتعاكس في الشارع. طب وإحنا مش مكتوب لنا نشوف الباروكة البني الطويلة دي؟ نفضل نسمع عنها بس؟ معاك حق والله يا شادي.